هذا البرنامج برعاية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من موناليزا. صباح الخير عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من موناليزا. اليوم سي ان بو اكسيبسيونيل، بدينا في الخضار دون ما في دو تو لي جور كيما تراو. جو فير كيلكو كورس وبعد باش نمشيو لحليم سونتر دو بوتي كي دايور ماهوش بعيد برشا، باش نقابلو الكانديدات نتاعنا ونشوفوا لا سويت. حلقتنا اليوم بدات اكسيبسيونيل، حابين نشوفوا منى كيفاش تعيش في حياتها الخاصه قبل ما تبدا الغلو كينغ نتاع اليوم. نحط القافيه كمان في الكرهبه قبل ما نمشيو لحليم. اليوم منى الا شوزي باش تبدا الغلو كينغ نتاعها في حليم بيوتي سنتر. فوالا دايوغ مانيش بعد برشا على حليم كيما نشوفوا هنايا حليم كي جوست اكوتي. نورمالمون الكانديدات نتاعنا قاعده تستنى سابقتني عند حليم. الكانديدات نتاعنا اليوم الا شوزي باش تستنى منى سور بلاس. فوالا احنا عند حليم، حليم ليبان بيوتي. بونجور حليم. اهلا وسهلا بموناليزا. عايشك صباح. شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. ميرسي. قال لي الكانديدات وصلت ولا مازالت؟ عطيتك على نار. على نار على نار. لله. بونجور شنو اخبارك؟ صباح سيدي. الحمد لله. الوغ اون فورم؟ اون فورم بور اجوردي. اهلا وسهلا فيكم موناليزا، بتشرفونا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكي سيرين. سيرين كانديدات نتاعنا دايور، كانت حدنا عم نحكي، كنا على المكياج بيرمانون عم نشرح لها. اي قبل ما نبداو فوالا حبيت نقول اللي يتفرجوا علينا ويشوفوا معنا في الكانديدات نتاعنا سيرين اللي اليوم سبيسيالمون باش نعملوا لها مكياج بيرمانون. بيان سور حليم بعد باش يفسر لنا شنو هو بالضبط المكياج بيرمانون. سنتر دو حليم اللي هو في سوسة أخزيمة، بيان سور سي لو سول parmi les seuls معناه بروفيسيونيل pour tout ce qui est مكياج بيرمانون à سوس. نستنى ناخذ الكلمة. بالنسبة ميرسي لك على بشكرك أنا كثير. هذا من ذوقكم. نحن كنا عم نحكي مع المكياج بيرمانون، حبينا نعمل لها ريلوكينج بالنسبة لشعرة وبالنسبة للمكياج بيرمانون. شفنا شعرة، عملنا له دياجنوستيك بالسكانر، بين معنا شو لازم نعمل لها. حبينا كمان بهالطريقة كمان ركب لها شعر طبيعي ناتشورال، شعر طبيعي أكيد. هذا بيتبدل اللون حتى بيتفتح للون الأبيض وما بيتقطع. طبيعي هدول بنجيبهم من الهند من جيبور. فهلا انت شعرك هندي صار، عرفتي كيف؟ اوكي، فيك تقولي حالك هلا تونسيه هنديه، عرفتي كيف؟ اوكي حنفوت لك كمان الشعر، معناها بالنسبه للكولوراسيون لازمنا نبدلوها. اكيد اكيد اكيد، نحن هي في شوي لعبه بشعر ابارامون، خليوها دون لي تون دو بلوند، اما بدلوا لها اعمل لها انا بلون على البيج. C'est la tendance d'ailleurs. Exactement, exactement. Au même temps, tu vas faire tunisie, hindie, libanais. Quand tu vas faire le maquillage libanais, qui est le maquillage permanent à la manière libanaise, il va y avoir, on va te expliquer de manière simple, le maquillage permanent est composé de pigments بيو عم بيفوت تحت الجلد للدرمين، ما بيأذي الشعرة، ما بيأذي البصلة تاعت الشعرة حتى ما تنمى، ومنه وشم، لأنه في كتير ناس عندها غلط بين أخذ تاتو ولا مكياج بيرمانو. هي الفكرة واحدة، زوز حاجات مختلفة. الوشم هو التاتو، أما المصطلح تبعه بقول لك أنا عملت تاتو بوجهي، هو البيجمو الديفيرون. هلا حورجيكي انا شو لازم يكون، لانه في الارتستيك اللي هو الجسم، وفي هو الاستيتيك تبع البيجمون تبع الكوزمتيك نحن بنقول له اللي هو تبع الوجه.
منه مضر منه كذا. بالنسبة للمكياج بيرمانان حعمل لك اليوم حواجبك لأن حيكونوا سيلا بوالا بوال. احنا دايوغ مع حليم قعدنا وعملنا ديجنوستيك بتاعنا فينالمون انا معناها اوبتي بوغ مكياج بيرمانون ابار الحواجب باش نعملو لك لو فاراجو اللي هو سي ان فاراجو يقعد على طول زادا اون دوغي دو دوزون يقعد لك حد دوزون جوسكا 4 ان روج ا ليفغ ولا كونتور اي معناها في المكياج بيرمانون ان فيت يا لو بانسو يا لو روج ا ليفغ يا لو فاراجو يا اوسي لو تاتواج دي سي لو مكياج بيرمانون دي سي ça c'est quelque chose معناها تغسل وجهك تلقى روحك مكياج ان غرو سي ça عارف مزيان هلا لا انت مزيانه نحن ما شكينا بها اكزاكتلي انت مزيانه اما شي بلوس عرفتي كيف اكيد وبنفس الوقت نحن حنشرح لك ولحتى اللي عم يسمعونا حنشرح تفاصيل العمليه كيف بتصير وشو لازم نتجنب لانه في لغط كبير عن هالموضوع بالمكياج بيرمانو هو بيصير بالبنج مش ما في دم لانه انت يونيفوا وصلتي للدم يعني انت عم تعي هول الفين عم بتفقعيهم ليش بيصير اللون اخضر لانه البرودوي مش هو ممكن يكون الاصلي اما طريقه الشغل غلط فبيصير اخضر ففي كثير الى يعني نحن عم نعمل الدستوس اللي حنعطيهم هلا هن نصايح عامه حتى يتجنب هذا وبالاخص المكياج بيرمانو هو كيف تتبع بعدين مش بس على انه عملنا المكياج بيرمانو خلص في عندك 20 جور تعالجي فيها الجلد تاعيتك بدك تحترمي مراحل الجلد عرفتي كيف هيدي جلدي ما لنا ورقه بدنا نداويها لانه هي عباره عن اقوي عم بتفوت تحت الجلد كرمال تدخل الحبر معناها بعد المكياج فما زيد دوتر اكيد بعد المكياج اكزاكتومون لازم في بوماد ديرميك تستعملها كرمال تقوي جلدتها في فيتامين ا لازم ينعمل لانه بتعرفي هون الجلد حساسه هون اكثر شيء حساسه بال يعني البنسو لما ينعمل كثير الجلد رقيقه بدك تضرب حسابات شو بده يصير معك بالنسبه للحواجب هذا الكل بيان سور باش نعرفوه اكيد هلا بالتفاصيل حاليا حليم العطار اللي هو باش يفسر لنا لي زيتاب الكل نتاع المكياج بيرمانون باش نشوف الكانديدات نتاعها الترانسفورماسيون نتاعها افون اي ابري اللي كل باش نشوفوه مع حليم هوني منى حنشوف الجلد نحنا قديش فيها هوني منلاحظ هيدول الدهنيات شفتي هون شو اللي نشوفه هنا اوكي هيدول الخلايا الدهنيه نحن بنقولها وجه دهنه عرفتي كيف غراس انت بتقولي فوق غراس فهيدي الجلده بتبين قديش فينا نفوت على الدرميه الابيديرمي بالنسبه لحواجبها بتلاحظي هون من يعني من طريه الجلده بتتحمل هيك نحن بنعرف اذا فينا نشتغلها ولا لا عرفتي كيف هلا كل مرحله بمرحلتها حنعمل لك دياجنوستيك لها ونعملها ايتاب بار ايتاب اكيد اكيد لانه نحن هون لنجمل مش لننزع صح ولا لا يلا نبدا تفضلي